المتفقين مش متفقين دخلوا بحفلة مزايدات تحت عنوان مين بيقدر يأمن عدد أكبر من المقاعد المسيحية بأصوات المسيحيين أنفسهم ومن دون تدخل المسلمين سنة وشيعة والدروز. التيار الوطني الحر تبنى مشروعين، مشروع اللقاء الأرثوذكسي يلي بيسمح لأبناء كل مذهب بانتخاب نوابه، يعني الماروني بينتخب بس نواب موارنة، والسني بينتخب نواب سنة، والشيعي بينتخب نواب الشيعة. وهذا القانون بيعطي المسيحيين لوحدهم حق انتخاب 64 نائب. بالدرجة الثانية العونيين بيقبلوا بقانون النسبية على أساس 15 دائرة أو 13 دائرة، وهذا القانون بيعطي المسيحيين 54 نائب. حلفاء التيار بيمشوا معه لأنه هالقانونين بيعطوا نظرياً على الأقل أكترية لفريق 8 أدار. بالمقابل تبني القوى 14 أدار المسيحية قانون بيقسم لبنان ل50 دائرة، وهذا القانون بيأمن أكثر من 54 نائب مسيحي بأصوات المسيحيين. لكن خصوم مسيحيي 14 أدار بيتهمون بتقسيم الدوائر بطريقة بتسمح لفريق 14 أدار بربح الانتخابات من دون الاهتمام بتعزيز الصوت المسيحي. ودليل على هذا الادعاء عدد من الدوائر يلي المسيحيين فيها أكترية، ولكن المسلمين بيحددوا فيها النتيجة بسبب الانقسام بين المسيحيين. ومن هيدا الدوائر دائرة الرمال الصيفي المرفق، دوائر علي، دائرة جرد بعبدة، دائرة جبال، دائرة طرابلس، دائرة عكال المسيحية، ودائرتي البقاع الغربي ورشية، وإحدى دوائر زحلة. بالخلاصة قوى 8 أدار بدها النسبية والقانون الأرثوذكسي لأنه هالقانونين بيضمنون للأكترية، وقوى 14 بدها الدوائر الصغرى وقانون الستين كمان لتضمن الأكترية. وفي حال ما تغير شيء جوهري بآراء القوى الممثلة بمجلس النواب رح نبقى على القانون الحالي، وبتكون هيدي القوى مجتمعة ما عم تعمل شيء حاليا إلا تضيع الوقت، بينما جديا كل فريق بلش التحضير للانتخابات على أساس